الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءات حول المدونة. حلقة اليوم غادي نخصوها للحديث عن موضوع التطليق للشقاق. غنتكلموا عليه مشاهدي الكرام ليس كإجراءات مسطرية وكتدابير قانونية جاء بها المشرع المغربي، ولكن غنتكلموا عليه كممارسة واقعية في المجتمع وما ترتب عليه مجموعة من الآثار والمضاعفات، وشن هي الأسباب التي أدت بتضخم التطليق للشقاق وكثرته حتى الآن أصبح مستحوذاً على جميع الأنواع ديال الطلاق والتطليق على مستوى محاكم المملكة. قبل هذا الشيء هذا لابد من الحديث على أن هذه مقتضى تشريعي جديد جاءت به مدونة الأسرة، لأنه الظروف والحيتيات التي كانت مصاحبة لظهوره ولإقراره في مدونة الأسرة كان الواقع يستدعيها. هذا الواقع كان يتميز بمدى وجود كثير من النساء اللي كانوا كيلجؤوا إلى مسطرة التطليق للضرر، وباش أنهم يثبتوا الضرر كانوا كيلقاو عراقيل وحواجز كثيرة جدا تحول بينهن باش أنهم يثبتوا هذاك الضرر، وربما من أجل إنهاء هذه العلاقة الزوجية تستمر هذاك الملف ديالهم لسنوات سنوات، وبعد ذلك لا يتم إنهاء هذه العلاقة الزوجية، أو إذا تم إنهاؤها يتم إنهاؤها بعد أمد طويل. إذن فالغاية من المسطرة هي غاية نبيلة وغاية مهمة جدا، هو تحقيق الإنصاف وإنصاف بعض النساء اللي كانوا كيعانيوا من مثل هذه الحالات من التعسف وعدم الحصول على حقهن في إنهاء العلاقة الزوجية، رغم وجود المبررات الحقيقية والظروف الصعبة اللي كانوا كيعيشوها واللي كتخليهم باش أنهم يلجؤوا للقضاء من أجل إنهاء هذه العلاقة. إذن فجاء المشرع في مدونة الأسرة وأقر ودخل أدخل هذا المسمى ديال التطليق للشقاق، تحديدا من المادة 94 حتى المادة 97، وقال بأنه في حال ما إذا وقع واحد الشقاق بين الطرفين وقع بينهم تنافر وعدم تفاهم، يمكن لهما اللجوء إلى المحكمة من أجل عرض نزاعهما على المحكمة قصد إنهائه. المشكل في هذا المفهوم ديال الشقاق هو مفهوم واسع غير محدد، ويمكن أن يستوعب جميع الخلافات، ويمكن أن تكون خلافات حقيقية، ويمكن أيضا أن تكون خلافات وهمية. إذن هذا على مستوى النص ربما يقدر نقولوا بأنه كاين هذا الإشكال هذا ديال عدم تحديد المفهوم بدقة، وأيضا لأنه كيسمح لكثير من الناس باش يلجؤوا ليه بأي صفة من الصفات. اللي عنده شي مشكل ديال عدم الإنفاق يمكن أن يلجأ للشقاق، اللي ربما عنده مشكل ديال العيب قد يلجأ للشقاق، اللي عنده مشكل ديال الضرر الحقيقي مادي أو نفسي ولا يستطيع إثباته كيلجأ للشقاق. إذن هناك توسع كبير جدا على مستوى النص في كيفية فهم هذا المفهوم ديال الشقاق وتطبيقه على مستوى الواقع، بالإضافة أيضا إلى أن هناك مجموعة من النصوص القانونية داخل المدونة تحيل على إمكانية اللجوء إلى هذه المسطرة في حال ما إذا عجز الأطراف عن الوصول إلى حقه، مثلا في حال ما إذا لجأ الزوج إلى التعدد وعنده جميع المبررات الموضوعية والاستثنائية التي يمكن للمحكمة أن تسمح له بتعدد، لكن الزوجة ديالو ترفض وتعترض على أنه يأخذ ذاك الحق، فالمدونة تخيرها بين أن تبقى في ذمته أو تلجأ إلى مسطرة الاشتقاق في حال ما إذا لم تبدي رأيها أو اعتراضا على هذه المسألة هذه، في حال ما إذا كان أيضا هناك إخلال بالواجبات المتبادلة بين الزوجين ولم يتمكن أحد الأطراف من إرغام الطرف الآخر باش أنه يقنعه باش أنه يخضع ويلتزم بها يمكنه أن يلجأ إلى الشقاق، في حال ما إذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر يمكنها أن تلجأ للشقاق، في حال ما إذا ما كانش التوافق على مبدأ الخلع يعني المبلغ المادي يعني اتفقوا على الخلع ولكن المبلغ المادي الذي تعطيه الزوجة يمكن أن تلجأ للشقاق. إذن هذه كلها مداخل ربما قد تساهم في مسألة اللجوء إلى مسطرة الشقاق. لكن أيضا هذه المسألة هي بالإضافة إلى المسائل القانونية اللي كيناقشوها أهل الاختصاص هو مصحوب أيضا بمجموعة من الممارسات الخاطئة التي تتعلق بالناس بالأشخاص بالرجال وبالنساء على السواء. فهذه المسألة هذه ديال التضخم ديال يعني وكثرة حالات الشقاق في المجتمع للآن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنها تزيد على
40,000 حالة شقاق سنويا وربما تصل إلى أكثر في مستقبل السنوات إذا لم يتم تدارك الأمر ومعالجته قانونيا واجتماعيا ونفسيا. من بين هذه المسائل هناك تضخم النزعة الفردانية لدى الزوجين، بمعنى أنهم كيلجؤوا لإعمال هذه المسطرة لأتفه الأسباب لخلاف بسيط يتعلق بخلاف حول سفر، حول متاع، حول توفير مأكل أو مشرب أو غير ذلك من هذه الأمور. وربما المحكمة الشخص تحاول إصلاح بينهم، ولكن الشخص يتمسك بأنه هو في حالة تنافر وفي حالة شقاق مع الزوجة أو الزوج ديالها، وبالتالي المحكمة تكون مضطرة إلى أن تستجيب. ولكن السبب فين؟ المنطلق هو أنه تم الاعتماد على سبب بسيط وتافه الذي يمكن معالجته كما قلنا بالنقاش وبالحوار وليس باللجوء إلى مسطرة الشقاق. إذن لابد من الحد من هذه النزعات الأنانية وهذه الفردانية التي تدفع إلى اللجوء إلى هذه المسطرة لأتفه الأسباب. ثم أيضا هناك لجوء النساء إليها بشكل كبير جدا، الإحصائيات الرسمية تبين أنه تقريبا ثلثين ديال هذه الأعداد المتعلقة بالشقاق أغلبها نساء. صحيح أن هناك واحد طرف كبير فيهم ربما مظلومات، ربما متضررات، لكن أيضا هناك شق كبير من هؤلاء النساء قد يضطرن إلى استعمال هذا الحق ولكن يستعملنه بتعسف، وبالتالي يخرقوا ديك القاعدة ديال حسن النية في التقاضي، وبالتالي يمكن أيضا أن تؤدي إلى اللجوء إليها بهذا الشكل المفرط إلى تخريب البيوت وتحقيق عدم الاستقرار الأسري. أيضا هذه المسطرة هذه باعتبار أن فيها المساواة بين الذكور والإناث بين الرجال والنساء، يمكن أيضا كيفضلوها كثير من الرجال بدل أنهم يلجؤوا المساطر القانونية ديالهم اللي هي معروفة أصلا والتي أقرها المشرع وأقرها الشرع الحكيم، هو الطلاق ما يسمى بالطلاق الرجعي. لماذا؟ لأنه كيتهرب من بعض المسؤوليات المادية التي يلزمه الشرع بها في حال ما إذا كان هو المطلق طلاقا رجعيا، منها نفقة العدة أو حتى أيضا هذه النفقة ديال المتعة في حال ما إذا لجأت إليها الزوجة يضطرها إلى أنها باش تمشي هي طلاق الشقاق تطلق للشقاق عفوا من أجل أن يستفيد من عدم أداء متعتها وغير ذلك. بالإضافة إلى هذا أنه يمكن أن يلجأ إلى هذه المسطرة ويطالب بالتعويض عن الضرر، لأن المشرع أقر هذا الأمر في حال ما إذا كان هناك تعسف من جهة زوجته. إذن هذه كلها أمور كتخلي أيضا الأزواج كيلجؤوا إلى هذه المسطرة بدل اللجوء إلى الطلاق الرجعي. ثم أيضا من العوامل التي تساهم في تكتير هذه المسائل هو عدم نجاح عملية الصلح بين الزوجين. هذا عملية نجاح عمل الصلح رغم أن المحكمة تبذل فيها وقتا معتبرا من أجل إصلاح ذات البين، من أجل تقريب الهوة الخلاف، من أجل تستعين بالحكمين، تستعين حتى بالمجالس العلمية، بعض جمعيات المجتمع المدني العاملة في حق الإرشاد الأسري وغير ذلك من أجل أنها تقرب الهوة، ولكن مع ذلك هذه العملية الصلح دائما في هذه المسائل المتعلقة بإطلاق الشقاق تؤول في آخر المطاف إلى الفشل. لماذا؟ لأن هناك نفور، هناك عدم الرغبة في الإصلاح، هناك توتر، هناك استحكام للخلاف، وبالتالي فمثل هذه المسائل هذه تؤدي إلى تكتير مثل هذه المساطر المتعلقة بالتطليق للشقاق، وبالتالي كتبان الناس لأن الناس كل اليوم ولو كيلجؤوا للشقاق. ثم النتيجة النهائية والأخيرة لهذا الأمر هذا كله وأنه اليوم نظرا لكثرة سماع هذا المصطلح ديال الشقاق وأن الناس اليوم ربما كان فيهم اليوم خبراء في هذا التوجيه ويوجهون الناس للجوء إلى هذه المسطرة لسهولتها ولبساطتها ولسرعتها أيضا، ولا واحد نوع من التطبيع مع الطلاق والتطليق في المجتمع، بمعنى أنه كان واحد وقيت الناس يشوفوا بأنه الطلاق عيب والتطليق عيب، اليوم ربما وقوش يشوفوا بهذه الناحية هذه، وهذا مؤشر خطير يتعلق بممارسة الأفراد وله تأثير مباشر على المجتمع. لابد من محاولة تداركه لأنه المضاعفات دياله والأثار دياله ستكون وخيمة على الأسرة المغربية وعلى جميع أفرادها وخاصة على مستوى الأبناء. فلابد إذن من تكثيف الجهود وتكثيف التوعية بخطورة هذه المسطرة والنظر إلى عواقبها ومحاولة يعني تقييد كيفية ممارستها
حتى تعود إلى مقصدها النبيل الذي من أجله تم تشريعها وتم إقرارها في مدونة الأسرة. مشاهدي الكرام، أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.